شاب جزائري اسمه أوبرا. أوبرا طلع يا ودي وبدأ يعمل فيديوهات يكشف فيها السيكيميكي في الجزائر، وش بيبيع غبرة وبنت فلان، بس جايب الكبار بقى. أوبرا شغلته يبرجج بالكبار وولاد الكبار، إشي بيتاجر في الغابرة، وإشي مش عارف عندها دار سيكيميكي فين، وإشي عاملة دار مش عارف رياضة لكن هي مش رياضة هي رياضة، وإشي مين عاملة مين ومخلة، ونزل فيهم على التيك توك عراهم الكبار كلهم، كل واختها فلانة واخوها فلانة. وأوبرا عمال ود موسوعي ما شاء الله مثقف في السيكيميكي، كشفهم واحدة واحدة، عمل بوم في الجزائر. أمير ديزاد يلا سكتناه، طلع لهم أوبرا، وأوبرا عمال أوبرا الواد موسوعي، الواد ده موسوعي ما تفهمش كان بيشغل ايه ما اعرفش. المهم طلعوا الجزائر كلها دلوقتي برضو يقولوا له انت مش ناوي تتلم، احنا رحنا قلنا لأهلك ومش ناوي تسكت، فضحتنا. ومنهم واحدة بترد عليه برضو وتقول له اللحم الخانز مش عارف ماله وعيبه والكلام ده، وقامت مدخلة المغرب. مالي المغرب يا جدك، احنا بنتفرج، المغرب بيتفرج زيه زي بقيت عباد الله من العراق الى موريتانيا، بقيتوا فرجة والله يجعلكوا فرجة كمان وكمان. ما خليتوا حد الا ما تعديتوا على شرفه، فبنتفرج بنقول يا غافل ليك ربي يرد عنك، والله ما بنقول حاجة، احنا بنتفرج ونقول يا غافل ليك ربي يرد عنك بس كده. مالي المغرب، احنا مالنا احنا بنتفرج يا سلام، ونقول يا رايح كتر في الفضايح، وطوبة على طوبة خلي العركة منصوبة، وان شاء الله دايما فاتحين بعض عشان تتلقوا عننا، عشان نقعد لما واحد منكم يجي يقول لنا الكلام الساقط اللي كان بيجي يقوله لنا كذبا نقول له أوبرا أمير ديزاد تاكوس دبي. بقى في مصطلحات دلوقتي تديها للقرقور في التعليق يقفش يقرقر ما يعرفش يرد. أوبرا آخر فضائحهم، اسمع حتة من أوبرا كده واستنى أحكي لك الحكاية. شيراز راهي في الحبس، صباح الخير وليدي، احنا اتصل بينا المسؤول وانت تقول لي شيراز راهي في الحبس، على بالنا في الحبس، خليها ترقد ما عندهاش تليفون، ما تفكرناش بها راهي راقدة، دوك خلاص بوك خاصها تنضبط، ما عندهاش هذيك الهضرة ترقد على 4 صباح ما توقفش ما حبت، جامي جامي 7:30 تكون دوبو. تيماجيني شي راز نضل يدوش في الجاكوزي، تشتي هذيك لابينوار وتسحل ما نسمعو بشش هكا تبقبيق، دوكا واش نسمعو نشوفو كيفاش ندولها لابينوار. شفت داليا البارح ديالها اللايف، وحدة تقولو ما حنطلق لها صراحة، كاش لي يطلق صراحة كاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ده أوبرا، أنا عارف أنتوا كنتوا مستنيين تسمع حاجة تاني، بس خلاص بقى هي قناة مش عيب يعني، قلت أوريكم بس أوبرا. ده أوبرا وبيتكلم عن شيراز، وأنتوا عارفين بقى شيراز، ولا أنا عارف اسمها شيء ودي واحدة من بتوعهم. المهم أوبرا بقى مخلة، لأن مش هينفع بقى أسمعكم وأشنف ودانكم باللي بيقولوا، يعني بيقول كلام زي بتاع أمير ديزاد بالظبط، مين راحت فين ومين مع مين وبالعناوين، وشي غبرة وشي حاجة حاجة ما تتمليطة. المهم قلت أسمعكم بقى أي حاجات عشان ما تسمعوش الحاجات اللي مش حلوة. المهم أوبرا بقى ده طالع لهم في المقدر، كل يوم يعمل لايف يرزعهم ينوضوا كلهم، لأن كل دي لوبيات، واللوبيات دي عندها كتايب، ووصل على فريد بن شيخ مدير الامن الوطني بيدخلوا كتايب وهم كمان سكتوا جده باي شكل. المهم طلعوا كلهم يا سيدي، واحد اهو ده كتير بقى، يوميا الرد على اوبرا، الرد على اوبرا، وهيحطوا صوره اوبرا مع عزيز صبيح، انا عارف يا اوبرا اسمع مني وانا اخوك، هيعملوا ايه انت يلا بديت خد. بيرد على اوبرا، وي اوبرا صافا شويه كي دايره الدعوه مليحه، ماكش باغي تحشم ياك، هضرنا معاك وعاودنا لك ودخلوا لها تحومه وكلاشي ديك شحال من خطره، بصح انت ماكش باغي تحشم، مازالك تهضر في اعراض الناس، راك تشيع عنا الناس ما نعرفوهمش كاع، دخل علينا حرب فساد، حرب ترمتك، حرب روحك، ديجا انت فاسد، انت فاسق،
متزوج مع غيره. حتى المعارفات قبل انت ماشي راجل وانت اوكين بيرسوناليتي، ولدك ما حطيتهالكش على اسمك. انت مراك متزوج معاه ما قدرتلهاش، تحوس تحارب هادو، حارب روحك. شفت الكركور زي اي كركور في الدنيا، قال له عيب اعراض الناس. حشومة تتكلم في اعراض الناس وانا داخل هو في اعراض الناس عادي. انا اقول انت قولش. فيلم البيضة، فيلم ايه ديك البرابر بتاع فاروق الفيشاوي، كان طالع بدور اهبل، كان يقول له يا دخخني انا اقول انت قولش، انا اقول انت قولش. عيب حشومة تدخل في اعراض الناس يا اوبرا، وقام داخل في عرض اوبرا وعرض مرات اوبرا، ومراتك مش عارف مالها، وابنك ما سجلتوش، وابنك مش عارف ماله، وبتشم بودرة يا اخو، ودي مش اعراض. انا اقول انت قولش. الجزائري كده عموما والله يدخل، انما المؤمنون ولا تخوضوا في الاعراض يا اخوان يا ابن اللي ويا رقصه يا لا لا انا اقول انت قولش. احنا هبل، احنا مرفوع عنا القلم، ربنا مش هيحاسبك، هيحاسبك انت، انت بعقل. منطق عجيب. واحده تانية دخلت تعاتب اوبرا في قصه بتحصل في الجزائر، وانتوا سيكيميكي مع بعض، مال المخزن، مال المغرب. اسمع يا سيدي، شوف يا عاد الجودي قالك اللحم كي يخنز يلمهم ماليه، معليش راك خونا وغلط. يعيو الجزائريين يديروا لك الملمة كي تيبس وينزلوك في صندوق للبلاد، ما غادي يدفنوك، بلا غادي يدفنوك المغرب. اما لا، اللي راه لاعب لك بعقلك واللي راه مخليك حاط العلام حاط علامنا وخرج وهدر واش راه صاير في الجزائر، معليش سامحوك على الخلطو، لز هذاك العلام وبدل المحتوى تاعك ودخل دير تحديات عادي، دير الروتين اليومي اذا كاش ما تعلمت من عند المدام تاعك الروتينات اليوميه ورجع لبلادك. يعني مدامه مطلقاه ولا مدامه معاه، ومدامه شكياه زي ما بتقولي، ولا بتعلمه روتينه اليومي زي ما انت بتقولي، والاخ التاني قال ما انت بالظبط، ولا مداماته دركيه هي كمان، ايه الموضوع؟ المهم اوبرا ما تتكلمش في الاعراض، لكن جابت المدام، المدام مش عرض، والجزائر والجزائر، واتكلم عن اللي يحصل في البلاد، بلاد ايه؟ واللي بيحصل في البلاد ده يتقال ولا يتحكى؟ ده من ده كتير. المهم ان اوبرا واضح ان اوبرا زي امير دزاد، مش نشروا ايام ما امير دزاد كان بيعمل دبي وما دبي، مش نشروا عقد العقد بينه وبين المخابرات المغربيه؟ اقسم بالله المغرب مخابرات على فكره بتشتغل بعقد، هي المخابرات الوحيده في العالم اللي بتشتغل بعقد مع العملاء. مال قرقور فاهم كده، المخابرات بتجيب عقد وبتاع وضمان اجتماعي عشان التغطية الصحية. امال ابقى جاسوس ماليش تغطية صحية وفردعيت انا؟ لا، القانون قانون. ما ادونيش ساعات العمل في اوفر تايم، اشتغلت انا وقت اضافي وما خدتوش، اروح اشتكي في مكتب العمل؟ امال الحق حق. القرقور ايام امير دزاد والله ما كان فاضح رمتهم، والله العظيم قال لك هام وعاجل تسريب عقد العمل بين الحموشي وامير دزاد. ايه ده؟ والله اللي عامل عقد عمل قال لك اه. فدلوقتي برضه قالت له ايه؟ مخزن. مغرب هيدفنوك في المغرب؟ يقول لي المغرب مقبره؟ مال المغرب بالموضوع يعني؟ وروتيني اليومي وما روتيني ايه عقلي كله، تحسهم تفين في فم بعض اقسم بالله، انا اسف يعني. هتلاقيك بتقول الله يقرفك. تفين في فم بعض اقسم بالله. بيقولوا هدرة واحدة تقول محفظة تقول بيرضعوها، خرب بيوتكم. طب اوبرا بيقول عليكم انتوا واللحم الخنزي، طب ما انتوا عارفين ان لحم خنزي، امال ايه يا اختي؟ ما انت اللي بتقولي لحم خنزي، واحنا اللي خنزنا احنا مالنا؟ احنا غير بنتفرج، احنا قاعدين، انا قاعد والله اقول طوبة على طوبة خلي العركة منص، انا قاعد اتفرج، امير دزاد يعري وانا اتفرج، واوبرا يشلح وانا اشوف، بس احنا احنا مالنا؟ التاكوس، واللي قال التاكوس مش كانت الدكتوره مايا؟ طلعت قالت لك المخزن برضه لما بهدلوها قالوا لها فضحتينا، لما قالت عملت فيديو قالت تجيب لها تاكوس تتمدلك، هي اللي قالت والله احنا مالنا، فسميناهم تاكوس.
بهدلوا ميه، سابونا احنا، احنا بعيد مش هيطيلنا، بهدلوا ميه. قامت طالعه الى المخزن، مال المخزن يا جدك؟ مال المخزن؟ اهو يا سيدي اوبرا طلع روّن الدنيا جدع يا اوبرا، اديهم كمان اديهم، انا بتفرج. يبقى ابعت لي الفيديوهات اول باول الله يرضى عليك، عشان انا بس ايه عندي زحمه والله اليومين دول يعني. او الاصدقاء ادوني كتروني من اوبرا، لان اوبرا شكله كده نوالهم، جابهم واحد واحد الكبار، وما دام اتصطوا بالطريقه دي وجاب كل بيوت السكنيكي واماكنها، ومين بيروح وفلان بيروح وفلان بيجي ويا هو هو هو. فرجاء تابعوا اوبرا الايام اللي جايه، اوبرا هيرونا. ما صدقوا يا اوبرا خلصوا من امير ديزاد واتشغل عنهم بال ده، هم بقوا يقولوا الامير ديزاد ما تقول لنا تسريبات الجيش يا عم، خلينا في الجيش يا جدك، خلينا في مع العرب كله. فانا بدعو الاخوه المشارقه في الامارات والسعوديه والبحرين وقطر وسلطنه عمان والكويت وما اجورها، رجاء تابعونا الايام القادمه، اوبرا سيريكم المزيد من الطاقوس، المزيد من الطاقوس. وانتوا بتحبوا الماده دي، اي نعم هي عندكم في دبي وما انتوش محتاجينها، لكن لكي تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. وبقول يا غافل لك رب يرد عنك ياما وجعونا، لان انا من الناس اللي ياما سبوني وصبرت عليهم، صبرت والله العظيم سنه وشويه سنتين وانا صابر وبتشتم مش عارف ليه. بعدين عرفت طبعا، فهمتكم، انا بفهم معطل، فهمت الكل، فهمت ليه. وعمالين امك اختك ليه يا عم، ما ليه عملنا لك ايه؟ انا بعيد عنك، انا ما جبت سيرتك، كنت طبعا كنت، لكن عرفنا انكم في الوساخة ما فيش منكم. ولذلك ربنا 2023 دي اقسم بالله تكتب في تاريخ الجزائر. قالوا عامل بريكس اتفضحوا فضيحة البريكس. قالوا كان وشان وبان لكشان لكان لوالو فضيحة. قالوا فلسطين طنطنوا بها 60 سنة جت احداث غزة قلعونا ملط يا استاذ شريف. فيلم السفاره في العباره لما كانوا داخلين يقعدوا مع عادل امام ودخلوا له قلعين هدومهم، قالوا له تحت بقى الحراسه تحت، قلعونا ملط يا استاذ شريف، فقلعوا ملط. وده مستواكم وده حجمكم وده وضعكم. لا تخرج قبل ان تقول سفخس على دي بشر، دي الحكايه. اشوفكم على خير.